أود أن أسلم زمام الرئاسة إلى أخي محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي الشقيقة. أتمنى له كل التوفيق في إدارة أعمال مجلس جامعاتنا للدورة 48 بعد 100 بما يخدم دورنا ومكانتنا في الساحة الدولية. شكرا على حسن الإصغاء والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي الوزراء، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة السفراء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي وصديقي العزيز معالي السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على قيادته الحكيمة لاجتماعات الدورة السابقة. والشكر موصول لمعالي السيد أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة الدول العربية وكافة منسوبي الجامعة على حسن تنظيم أعمال هذه الدورة. أصحاب المعالي والسعادة، ينعقد اجتماع مجلسنا الموقر في خضم واقع مرير يمر به عالمنا العربي، وإزاء الأوضاع المتسارعة وغير المسبوقة التي تشهدها المنطقة العربية، فإننا اليوم أحوج ما نكون إلى بذل قصارى الجهد وتوحيد الكلمة ورص الصفوف وتغليب العقل والحكمة وتحقيق الوفاق والمصالحة والعمل سوياً لحل مشاكل الأمة ونصرة قضاياها. إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في عالمنا العربي بالرغم من تشابك القضايا التي تعصف بالمنطقة العربية. وفي هذا الصدد فإننا ملتزمون بدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه العدوان الإسرائيلي، ونؤكد على ضرورة إطلاق مفاوضات سلام جادة تنهي الانسداد السياسي وتمكن من إنهاء الصراع والوصول إلى حل عادل وشامل استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقواعد قانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة. وفيما يتعلق بسوريا، فإن الشعب السوري الشقيق لا زال ينزف ويتعرض للقتل والتشريد، وإننا نشدد على ضرورة تكثيف العمل لإيجاد حل سياسي ينهي هذا المأساة ويحافظ على وحدة سوريا ومؤسساتها ويصون سيادتها واستقلالها ويضع حداً لوجود الجماعات الإرهابية فيها وفقاً لإعلان جنيف واحد وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2254 الصادر في عام 2015. وأما بالشأن العراقي، فإننا نؤكد على دعمنا المطلق لهذا البلد الشقيق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، ونشيد بالإنجازات الكبيرة والانتصارات الباهرة التي حققها الجيش العراقي في دحر الإرهابيين وطردهم من المحافظات والمناطق العراقية التي كانوا يسيطرون عليها، ونعرب من هنا عن الثقة الكاملة في قدرته على تحرير الجيوب الصغيرة التي لا تزال في قبضة عصابات داعش، كما ندعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة الأمن والأمان إلى ربوع العراق وتحقيق المصالحة الوطنية تستند إلى عملية سياسية تضمن العدل والمساواة لكل أطياف الشعب العراقي. وفي السياق ذاته نجدد تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق، ونؤكد على ضرورة توفير الدعم له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية وأمن استقرار البلد وسيادته على كامل أراضيه. وفيما يتصل بالوضع في ليبيا الشقيقة، فإننا نجدد دعوة الأطراف الليبية إلى العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي وإجراء مصالحة وطنية ترتكز على اتفاق الصخيرات بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي. وأما بالنسبة لليمن السعيد، فإننا نجدد التأكيد على مساندتنا لجهود التحالف العربي لإعادة الشرعية في هذا البلد الشقيق، كما نؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216
الصادر في عام 2015 بما يحفظ وحدة اليمن ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية ويحمي أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه. وندعو في الوقت نفسه إلى مواجهة تداعيات الوضع الإنساني وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية إلى مختلف المناطق اليمنية. وفيما يتصل بالوضع في الصومال فإننا نشيد بالتحسن الملحوظ الحاصل على الصعيدين الأمني والسياسي، ونؤكد في الوقت ذاته أن الأشقاء في جمهورية الصومال لا يزالون بحاجة إلى الدعم والمساندة في جهودهم لإعادة البناء ومواجهة آثار الجفاف والتحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الإرهاب. أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام، إننا نجدد رفضنا القاطع للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وندعو إيران إلى الكف عن دورها السلبي الذي من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ومراعاة مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول، وإنهاء احتلال للجزر الإماراتية الثلاثة طنب الكبرى وطنب الصخرة وأبو موسى. أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام، إن التحديات الجسيمة والمخاطر المحدقة بالأمن القومي العربي تستدعي تكثيف التعاون والتنسيق وتستوجب تبني أنجع السبل العملية من أجل التصدي لها وعليه، فإنه لا بد من العمل على تطوير آليات مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وذلك من خلال اتباع استراتيجية شمولية تنطوي على تكريس كافة الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية ومواجهة المنطلقات الفكرية والأيديولوجية والثقافية المتطرفة للإرهابيين، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والوسطية ونبذ الكراهية للحفاظ على تماسك نسيج مجتمعاتنا وضمان مستقبل آمن ومشرق لها. لقد آن الأوان لتدارك الأمور والارتقاء إلى مستوى الأخطار التي تفرزها المرحلة العصيبة التي نمر بها من تاريخ أمتنا. ومن هذا المنطلق فإن جمهورية جيبوتي عاقدة العزم خلال توليها لرئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري على التعاون مع كافة الدول العربية والأمانة العامة بغية الإسهام في تحقيق الأهداف التي نصبو إليها ودفع العمل العربي المشترك نحو الأمام. وفيما يتعلق بالوضع القائم بين جيبوتي وإريتريا وبعد سحب الوساطة القطرية، فإننا نطالب دولة إريتريا بقبول وساطة الاتحاد الإفريقي بغية ترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير أسرى الحرب الجيبوتيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين إثر العدوان الإريتري على جيبوتي عام 2008. وفي الختام، أتمنى لاجتماعنا أن يفضي إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على جهودنا المشتركة الهادفة إلى تجسيد تطلعات شعوبنا العربية، وأشكركم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.